oh mm -hmm. الثانية بعد حديثنا عن الخطاب نتحدث عن أولويات الخطاب. موضوع أولويات الخطاب هو بعض من الخطاب. فالخطاب باعتباره مفهوما نظريا يستوعب مفرداته وعناصره ومكوناته. ومن هذه المفردات مفردة الأولويات. والأولويات مفردة عربية وشرعيه وايضا قانونيه وسياسيه هي جمع لعباره الاولى والاولى كما جاء في اللغه وفي الاجتهاد وفي المعرفه الاسلاميه وغيرها الاولى هو على وزن الافعل في موضوع هذا الفعل فالاولى هو الاجدر والاحق وعباره الاولى تطلق على مفهوم جديد في الفقه الاسلامي وهذه الجدة ليست في الحقيقة وإنما في الكيفية التعبيرية والكيفية الوظيفية من حيث استدعاء هذا التعريف الجديد في الفتوى وفي الاجتهاد وفي الخطاب والسياسة والإدارة. من هنا تحدث العلماء عن مصطلح جديد يعنى بالأولويات في اتصالها بالفقه ولذلك سموا هذا الفقه الجديد أو هذا الأسلوب الجديد بفقه الأولويات. ماذا يراد بفقه الأولويات؟ فقه الأولويات هو الأحك... هو العلم بأحكام الأولويات أي العلم بأحكام أمور هي أولى من غيرها في الفهم وفي النظر وفي العمل وفي التنزيل ولذلك عرفوا هذا الفقه بأنه تقديم ما ينبغي تأخيره وتأخير ما يلزم تأخيره وهذا التقديم والتأخير بناء على الأولى والأحرى انما هو مركوز في الدين دلت عليه نصوص كثيره في القران وفي السنه وايضا اصبح امرا مدونا محققا مؤلفا بناء على القران والسنه ولهذا شواهده وبياناته الموجوده في مظانها من كتب العلم والمعرفه وهو امر تلهج به السنه العلماء وتبنى عليه الفتاوى والاجتهادات ومن النظر اليسير في بعض الادله في هذا قول العلماء ان قول ربنا عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله انما هو تعبير بلفظ الاولى بمبنى الاولى وبمعنى الاولى فاولو الارحام ليسوا بمستوى واحد من حيث صلتهم ببعضهم مع بعض استحقاقا وميراثا ووصية ونفقة وغير ذلك مما هو موضوع التقديم والتأخير في هذه الاستحقاقات. كذلك جاء قوله تعالى والصلح خير، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تصوموا خير لكم. كل هذا يؤسس لهذا المعنى الأولوي من حيث التقديم والتأخير. السنة كذلك، وقد جاء في السنة ما هو ربما أكثر وضوحا باعتبار أن السنة تبين القرآن. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل يا رسول الله فاجابهم الاجوبه المختلفه مع ان السؤال واحد قال العلماء اختلاف اجوبه النبي صلى الله عليه وسلم انما هي دليل على اختلاف احوال السائلين فما دام ان السائلين احوالهم قد اختلفت فكانت الاجوبه كذلك مختلفه لمراعاه ما هو اولى واحرى بالنسبه الى هؤلاء فهذا الذي سأله أي أيوة العمل أفضل وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال له الصلاة المكتوبة كان الأولى بالنسبة إليه أن يحافظ على الصلوات المكتوبة والثاني بر الوالدين والثالث الحج والرابع الجهة سبيله إلى آخره المهم أن السنة قررت هذا المعنى الأولوي الذي هو حكم من أحكام الدين ومنهج من مناهج النبوة ونحن عندما نتحدث عن الأولويات في الخطاب إنما نتحدث عن حقيقة شرعية وحكم ديني ومنهج نبوي لابد من تعميمه لا ليقتصر على الفقه والفتوى فقط وإنما أيضا يشمل الخطاب ويشمل الاتصال ويشمل كل المجالات التي لابد فيها من تقديم وتأخير بناء على حقيقة هذا التقديم وهذا التأخير إذا أولويات الخطاب أولويات الخطاب هي ما ينبغي تقديمه في هذا الخطاب وما ينبغي تاخيره في هذا الخطاب. عندما نتحدث عن الاولويات في الخطاب انما نتحدث عن اولويات في المضامين واولويات في الاساليب والمناهج واولويات في غير ذلك مما يعتبر فيه التقديم والتاخير. فهذا ساتحدث عنه اخواني بعد قليل عندما امر الى الحديث عن مفرده الامن التي هي مفرده من مفردات العنوان كما اشرت لكم في بدايه حديثي بان فهم العنوان يبنى على فهم الفاظه وهذا امر معروف وبديهي في التعريف وفي الاصطلاح وفي المضامين والبيان. موضوع الامن وهو موضوع يتعلق ب بالطمانينه والاستقرار ويتعلق بمواجهه الخوف والرعب ومواجهه الانفلات والاضطراب فالامن ضد الخوف وضد الرعب والامن هو امن الانفس وامن الاعراض وامن الاموال وامن الاوطان وامن الامه وامن العالم كله. الامن هو الامن الظاهري والامن الباطني، امن الافكار والمفاهيم، امن السلوكيات والبرامج والسياسات والمقاربات، امن المؤسسات، امن المساجد الى اخره. امن الانسان، امن العمران، امن الحيوان. فمفهوم الأمن أصبح مفهوما متطورا من حيث المضمون والمجال والصلة والأثر والأمن في السنة وفي القرآن حقيقة ثابتة في الدين ويوم أمس في الافتتاح بينا عدد من المشايخ الكرام بينوا حجية شرعية لهذا الأمن انطلاقا من آية كريمة ومن حديث نبوي الآية وهي معروفة أو مجموعة آيات فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهذه الثلاثية في هذه الآيات ثلاثية عبادة وغذاء وأمن فليعبدوا رب هذا البيت عبادة الذي أطعمهم من جوع إطعام غذاء يعني غذاء وصحة وتوازن في الغذاء واكتفاء في الغذاء وكفاءه في الغذاء وموازنه في الغذاء لان الغذاء هنا مؤطر بهذه الايه ومؤطر بالايات الاخرى التي جاءت في موضوع الغذاء من حيث اكتمال مفهومه وتمام صورته ومن ذلك مثلا قوله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه وهي جزئيه قرانيه لابد ان يعطف عليها قوله تعالى الذي اطعمهم من جوع بناء على الجمع بين الايات وعلى استقرائها من اجل تحقيق او تحصيل معنى مشترك بينها يعبر عن مفهوم القران في موضوع الغذاء. وربما قوله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه بناء على النظر الفسيح الذي ذكره الامام ابن عاشور وغيره من العلماء المحققين فلينظر الانسان الى طعامه اي ان النظر هنا ليس نظر ليس وقوع البصر على موضع الطعام. فهذا امر طبيعي فطري لا يحتاج الى تنصيص او تاكيد. وهل لاحظتم انسانا ياكل طعامه وهو ينظر عكس موضع طعامه؟ هذا لا يتصور من عاقل اطلاقا. وانما النظر هنا هو بمعنى النظر بمعنى التامل في هذا الطعام. بمعنى النظر في هذا الطعام من جهات عده، من جهه كونه طعاما حلالا، من جهه كونه نعمه من الله عز وجل تستوجب الشكر والثناء عليه من جهه كونه ضروره وحاجه وتحسينا يتاطر ضمن المفهوم المقاصدي من جهه كونه غذاء وطنيا تتوازن فيه الامكانيات مع الحاجيات وفق رؤيه دوليه وحكوميه الى اخره كان النظر الى الطعام هنا انما هو نظر الى امن غذائي والى اكتفاء غذائي وإلى موازنة غذائية، وإلى وعي بالغذاء المتوازن المتكامل الذي هو حق هذا البدن، وهو كذلك مقوم الحياة، وما إلى ذلك من هذه المعاني التي قد نسترسل فيها بحسب سياقها العلمي وسياقها المؤسسي، فإذا نحن في وزارة اقتصاد نتحدث عن غذاء بمعنى اقتصادي مؤسسي وزاري إذا نحن في تربية غذائية أسرية نتحدث بمستوى ذلك إلى آخره من هذه السياقات التي يستوعبها مدلول هذه الآية الكريمة المهم أن الآية هنا أسست لمعنى الأمن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع فالإطعام من جوع إنما هو أمن غذائي مرتبط بامن صحي بامن اجتماعي بامن عملي في الانجاز وفي بناء الدوله وصيانه المجتمع وبناء الانسان المتكامل الصالح السليم الى اخره. ثم الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف وهنا عباره الامن جاءت في مقابل الخوف فمن هنا يمكن ان نقول بان الخوف ضد الامن ومراد الله عز وجل في وجوده وفي ارضه انما هو امن سكان هذه الارض. وطرد الخوف بانواعه واشكاله واسبابه اما الحديث فقد اشرنا الى هذا في الحديث المكتوب هناك في اللافته من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها آه ثم الامن اخواني وهو الامن وهو وهو حقيقه شرعيه وهو حكم قراني ونبوي أو هو فعل يتعلق بالمسلمين وغير المسلمين، وإذا قلنا بأنه فعل ربطناه بالحكم الشرعي، وضمنا الحكم الشرعي المقصد والغاية، وإذا قلنا بأنه حكم شرعي أحلناه إلى فقه نظر وفقه عمل. ولذلك فإن الأمن هو فقه نظر وفقه رؤية عقلية مضمونية ومنهجية تستقر في الذهن. وتصبح معلومة من الدين بالنظر والضرورة تصبح مدونة معرفية تصبح ثقافة شعبية تصبح عقلية تعبر عن نزع جماعي وطني وعالمي إزاء هذا الأمن أما كونه فقه عمل وفقه تنزيل فهو مقاربة ميدانية عملية اجتهادية تقديرية تراعي الواقع في مآله وفي حاله وسياقه الامن انما هو امكانيه امن، الامن انما هو وسيله الى مقصود فقد لا يكون هناك امن الان فنعمل على ايجاده في المستقبل، قد يكون هناك امن ظاهر وليس امن باطنين وما الى ذلك من هذه الاعتبارات. اذا بعد ان تحدثت عن الخطاب وعن اولويات الخطاب باعتبار الاتصال بكلمه الاولويات وعن الامن اتحدث الان عن اولويات في الخطاب. وأمامي الساعة وقد طلب مني ألا أتجاوز ساعة والوقت عندي ينتهي إن شاء الله تعالى في العاشرة وخمسة واربعين دقيقة حسب التوقيت المحلي للمنصة وعلى الذين هم يقاربون المنصة أن يراعوا فارق التوقيت هذا من باب الدعابة حتى نستأنف مرة أخرى هذا الخطاب إن شاء الله والآن مر حوالي 28 دقيقة بالضبط وباقي 32 دقيقة فصبركم عليّ ولكنني التزمت بالنص ولا اجتهاد مع النص وإذا تجاوزت بدقيقتين أو ثلاث دقائق فما قارب شيء أخذ حكمه واليسير معفون عنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه والعبرة للشائع الغالب أما اليسير فمعفون عنه إن شاء الله تعالى إذاً أولويات الخطاب وهنا أتحدث في الشطر الثاني للمحاضرة أتحدث عن أولويات مضمونية الخطاب هو مضمون وقلت بأن الخطاب هو التعبير عن القيمة أو عن المضمون بألفاظ وبصياغات وبأساليب بالتأليف بالفتوى بالخطاب الديني في المسجد بالخطاب الإعلامي في التلفزة بالخطاب السياسي بالخطاب النقابي إلى آخره فكل هذا يمثل خطابا في لمضمون نحن نتفق عليه أو نحدث فيه المقاربة المضمون إخواني المضمون هو المحتوى المضمون هو العلم هو المعلوم النص والاجتهاد والمقاصد هو اللغة العربية هو الحقائق والقيم التي نتوافق عليها من أجل خطاب نحتاج إليه في معالجة الراهن والواقع بملابساته بتحدياته بمآلاته وبنظر يسير في مضمون خطابنا اليوم بناء على الأولوية فيه تبين لي أن من أولويات الخطاب الآن اولويه اولى وهي اولويه الوسطيه ثم اولويه الوحده الوطنيه ثم اولويه مضمون الاصلاح الاولويه المضمونيه الاولى التي هي مضمون الوسطيه مضمون الوسط الوسطيه نسبه الى الوسط والوسط هو العدل وهو التوازن وهو الاستقامه وهو الاعتدال وقد عرف الوسط والوسطيه بانها وضع يرد بين افراط وتفريط ضمن امكانيات ذلك وسياقات ذلك. يعني فمساله الوسطيه مساله اعتباريه اضافيه. اي ان الناس يتفاوتون في تحملها وفي ادائها بناء على امكانياتهم ومالات اوضاعهم. فزكاه الغني الذي هو غني بخمسة مليون ستة مليون تونسي زكاته ليست زكاة اللي عنده خمسة مليار تونسي كلاهما وسط في أداء الزكاة لكن الوسطية, الوسطية هنا تتفاوت بتفاوت الأشخاص غنى في مراتب الغناء وفي مراتب الإمكانية وفي مراتب الحاجة الوسطية الآن هي مضمون شرعي ومضمون فكري ومضمون سياسي الوسطية إنما هي مواجهة لمضمون آخر على خلاف الوسطية. وللتشخيص أقول بأننا نتحدث عن ما يصادم الوسطية في معناها الشرعي المستقر من خلال بعض المواقف التي تُنعت بأنها مواقف متشددة أو مواقف متطرفة في قضايا شرعية وفي قضايا وطنية إلى آخره. الوسط في الحاكمية انما هو فقه نظر في هذه الحاكمية وفقه عمل في هذه الحاكمية، لأن الحاكمية إضافة الحكم إلى الله عز وجل، فهو الحاكم لا شريك له، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهي حكم نظر لأن الحاكمية حكم شرعي، وإذا قررنا بأن الحاكمية حكم شرعي، قلنا بأن الحكم الشرعي له مسار نظري ومسار عملي. المسار النظري في الحكم الشرعي في الحاكميه انما هو وقوف عند مجموع المدركات الشرعيه التي بينت ان الحكم لله عز وجل. المدركات الشرعيه هي الايات والاحاديث وما يتعلق بذلك من اللغه ومن اثار الصحابه رضي الله عنهم ومن المعاني الاستقرائيه التي استخلصت بمجموع النظر في كل المدركات الشرعيه قرانا وسنه. فنحن امام نصوص كثيره منها ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ومنها كذلك قوله سبحانه وتعالى في الايات الثلاث المتداوله تعبدا واستنباطا وتاويلا وتفسيرا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون فقه النظر في موضوع الحاكميه يتطلب مني باعتباري ناظرا في الادله مجتهدا فيها يتطلب مني ان اجري النظر في هذه الايات وغيرها من الايات الاخرى التي يتاسس بمجموعها المعنى الشرعي النظري للحكم لله تبارك وتعالى والمقام لا يسمح لهذا العمل العلمي لانه عمل استقرائي يتطلب جهدا ونظرا وعملا ووقتا وما الى ذلك، لكنني اقتصر على جزء من هذا العمل حتى ابين ان الحاكميه بفقه النظر فيها وفقه العمل فيها تمثل مضمونا مهما جدا في تحقيق الوسطيه في موضوع الحكم وفي مواجهه ما هو خلاف الوسطيه من حيث المواقف المتشدده ومن حيث الافعال المتطرفه التي انطلقت من مقوله الحاكميه واعملت نظرا فيها على خلاف النظر الحقيقي في اتصاله بالوسطيه مضمونا قرانيا استقرائيا له معناه وله حدوده وله ضوابطه. فهذا النظر اليسير لهذه الايات الثلاث مثلا وايات اخرى تسمح لي بان اقول الاتي وفق هذا السياق كذلك الذي هو ليس سياق نظر دقيق وعمل عميق فقها ونظرا ولغه واصطلاحا لكنني اقول في عجاله إن قوله عز وجل في هذه الآيات الثلاثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فثلاث ثلاث نتائج وهي الحكم بالكفر والحكم بالظلم والحكم بالفسق بالفسق. والسبب واحد وهو عدم الحكم بما أنزل الله. فالنظر الأول يقول بأن السبب الواحد أدى إلى نتائج ثلاث. ادى الى ظلم وكفر وفسق فهو يتطلب مني ان انظر في هذا السبب في اتصاله بنتيجته فليس دائما السبب يؤدي الى نفس مسببه او نتيجته وفق عمليه تلازميه واحده ليست بهذا التعدد الثلاثي فالذي لم يحكم بما انزله قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا وقد يكون ظالما المحدد في هذا هو السبب وهو عدم الحكم بما انزل الله في تلبسه بالحاكم الذي يحكم او لا يحكم في تلبسه بمعطيات اخرى تحدد طبيعه هذه النتيجه. ثم اذا قررنا ان هذا الذي لم يحكم بما انزل الله انما هو كافر. فما هو مرتبه الكفر هنا؟ هل هي كفر نعمه او كفر مله؟ وهو ما يحيلني الى روايات قديمه صحيحه منها روايه ابن عباس في تفسيره هذه الايات. هل هو كفر مله او كفر نعمه؟ المهم انني امام نظر روائي نصي اثري وامام نظر لغوي شرعي وحكمي وامام نظر سياقي وواقعي يجعلني انظر الى هذه الايات نظرا فسيحا ليس وفق رؤيه واحده ظاهره لا تعبر عن كل هذه الفسحه النظريه. ثم عندما تحدثوا عن ومن لم يحكم بما أنزل الله أتساءل ما الذي أنزل الله عز وجل نتفق على أن الذي أنزله الله عز وجل إنما هو القرآن والله عز وجل كذلك بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم النبي المجتبى الذي بين الدين في قوله تعالى وما, وما وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فمجموع ما انزل الله القران الكريم والسنه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في اقوالها وافعالها واقراراتها وكذلك في ما عرف لدى العلماء بالسكوت النبوي وبالقصد النبوي فالسنه هي قول وفعل وتقرير وسكوت قال العلماء عن السكوت النبوي وهو السكوت في موضع الحاجه الى البيان بيان فسكت عن أشياء غير سكت عن أشياء بقصد البيان دون أن تتعلق بياناتها بألفاظ وأقوال وإنما تعلقت بأفعال السكوت وبأفعال التقرير فأنا أمام مصطلح ما أنزل الله أمام مصطلح ثري ومكتمل ويستوعب كل مفرداته فالذي انزله الله عز وجل انزل القران، والقران هو ايات اي نصوص وهذه النصوص تتضمن احكامها. والاحكام تتضمن مقاصدها واسرارها. وهذا الذي انزله الله من الايات انما هو ايات مكية وايات مدنية. انما هو منطوق ومفهوم. عبارات واشارات. اوائل واواخر واواسط. انما هو جمع جمع لكل ما جاء في هذا القرآن بناء على اللغة العربية التي بها نزل القرآن، وبناء على الأحكام الشرعية التي دلت عليها هذه اللغة العربية، وبناء على أسباب نزول ومناسبات نزول عن سياقات ومقامات، وبناء على شطر الوحي الذي هو السنة، في تفاعل وفي بيان وفي تدقيق لما جاء في القرآن نصا وحكما ومقصدا، واولا واخرا ظاهرا ومقصدا وباطنا مفهوما ومنطوقا وما الى ذلك. فعندما اقف عند الذي انزله الله عز وجل انما هو كل ما انزله الله سبحانه وتعالى مما استقر معلوما من الدين بالنظر وبالضروره مما تستوعبه المعرفه الاسلاميه من علومها وفنونها اصول ومقاصد وعلم تاريخ وعلم سيره واسباب نزول وتفسير قران وعلم لغه وفقه اختلاف الى اخره. فهذا بالنسبة إلى الفقه النظري في موضوع الحاكمية في جانب منه جانب مضمون وجانب منهجي ولغوي وسياقي فإذا مررت إلى الشطر الثاني من فقه الحاكمية من جهة العمل والتنزيل والتطبيق لأن الحاكمية كما قلت لكم أيها السادة إنما هي حكم شرعي وإذا قررنا بأنه حكم شرعي تجاذبه مساران إذن مسار نظري يطلق عليه بفقه النظر ومسار عملي يطلق عليه بفقه التنزيل أو فقه العمل وفي فقه التنزيل أي تنزيل هذا الحكم الشرعي الذي والحاكمية إنما يتنزل وفق سياقه ومآله وأحواله ضمن ما يعرف عند علماء الأصول بمبحث الحكم الوضعي الذي يمثل شطر الحكم الشرعي فالحكم الشرعي بنوعيه حكم تكليفي وهو خمسة أحكام كما تقرر ذلك عند جمهور العلماء واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح ثم حكم وضعي هو كذلك خمسه احكام في مست... في اطلق الإش... في ما اشتهر عند العلماء منه السبب والشرط والمانع والعزيمه والرخصه والصحه والبطلان. فان الحكم الوضعي هنا انما هو يؤطر التاطير الميداني العملي الاجرائي المؤسسي يؤطر موضوع الحاكميه في تنزيل هذه الحاكميه في واقعها بحسب مآل ذلك الواقع وبحسب احوال ذلك الواقع. ولذلك تنزيل الحكم ليس بمستوى واحد وانما بمستويات متعدده بحسب اختلاف البيئات والجغرافيا والاشخاص والامكانيات ليس معنى هذا تعطيل للنصوص ليس معنى هذا انكار للحاكميه ليس معنى هذا يعني تنصلا وانما اقامه هذا المصطلح الشرعي هذه المقوله الشرعيه اللغويه التاريخيه تاطيرها ضمن منهجيه استقرت عند العلماء وهي منهجيه النظر ومنهجيه الفعل والتطبيق نحن اخواني اخواتي عندما نعامل مصطلح الحاكميه خارج فقه النظر وخارج فقه العملي نقع في دوائر على خلاف الوسطيه الذي قصدته بطرح هذا المضمون وهذه المقوله هو اعتبار حديثنا عن الحاكميه بهذا المضمون الشرعي انما هو اولويه تستوجبها المرحله الحاليه في معالجه هذا الاشكال النظري والمنهجي في موضوع الحاكميه لان مقوله الحاكميه في بعض اطوارها وفي بعض استخداماتها لدى بعض الناس الذين لم يستوعبوا بعد فقه النظر وفقه العمل على وفق ما عرفت به المدونه المعرفيه وما عرفت به الامه الاسلاميه فانما قد وقعوا في اشكاليات في النظر واشكاليات في العمل ادت في بعض اطوارها واحوالها الى وقوع التشدد والتطرف والى وقوع ما يواجه الوسطيه في الفكر وما يواجه الوسطيه في العمل وفي الانجاز. فحري بنا نحن معشر اهل الخطاب الشرعي او اهل الخطاب في المجال في المجال السياسي بمرجعيه الاسلاميه او في المجال الفكري بمرجعيه الاسلاميه حري بنا أن نؤثث مجالسنا ومنابرنا تأثيثا مضمونيا دقيقا وعميقا يستوعب النص ويشير إلى المقصد ويتصل بالإنسان ويجمع بين المعرفة كلها ويراعي الواقع وسياقاته ومآلاته ويجمع ولا يفرق ويوازن الأمور الموازنة الصحيحة الموفقة التي فيها الاجتهاد مع الإصابة أو خلاف الإصابة من اجل ان نؤثث مضمونا يكون جديرا بخطاب معاصر يحتاج اليه الذين مثلا وقعوا في دائره التطرف في الحاكميه انما بنوا موقفهم هذا على قراءه نصيه واجتهاديه بنوا موقفهم على تفسير للقران او شرحا للسنه او فهما للقواعد الشرعيه بنوا ذلك بناء لم يستوعب متطلبات المعرفه في منهجها وفي شروطها وفي الجمع بينها وملاحظه الفرق عند وجود الاستثناء وما الى ذلك لا يمكننا ان نقنع من وقع في دائره تطرف او تشدد بناء على قراءه دينيه لا يمكننا ان نقنعه بشعارات عامه وبخطابات عامه لا ترتقي الى المستوى العلمي الدقيق مضمونا ومنهجا واسلوبا لانه مستوعب لفهم مبني على نص قرآني وعلى دليل شرعي وعلى قاعدة شرعية لا يمكن ان نواجه ما استقر في ذهنه من دليل شرعي وتفسير قرآني وشرح نبوي الا بحجة مماثلة مقابلة مقنعة مفحمة من حيث الدليل الشرعي ومن حيث التفسير القرآني ومن حيث الشرح النبوي ومن حيث الاجتهاد وما الى ذلك فاغلب خطاباتنا في هذا الجانب المضمون خطابات مباركه وطيبه وقد استجابت الى حد ادنى من المعرفه النصيه ومن المصطلحات الفقهيه ولكنها لم تستوعب بعد القراءه التامه الشامله لهذا المضمون الذي سيقنع بعض هؤلاء الذين انطلقوا من خلفيه شرعيه لا يمكن ان نناقشهم الا بخلفيه شرعيه في حدود الموضوعيه وفي حدود السلميه وفي حدود الحوار وفي حدود التوعيه والارشاد والخطابه والا ظل الموقف على ما هو عليه من جهه عدم الوصول الى حل بناء على قراءات متضاربه هم في واد وغيرهم في واد اخر ولذلك حديثنا بهذا العمق والذين ابعدوا المقاربه المضمونيه في الخطاب لمواجهه التطرف وتحقيق الوسطيه الذين خالفوا هذا او ذهبوا الى هذا بعضهم لهم موقف مبدئي لا يريدون ان القضيه الدينيه تاخذ مستواها الحقيقي من حيث المعرفه ومن حيث التفصيل ومن حيث المنهج الى اخره